وللحديث عن أزمة الثروة السمكية في الأنبار وعن آثارها على الوضع الاقتصادي للبلاد والمواطنين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور. مرحبا بك معنا دكتور هشام. أهلا وسهلا، مرحبا. دكتور، أزمة اللسان الملحي تدفع العراق لرمي ما يقرب من 17% من وارداته المائية سنويا إلى البحر، كيف أثر ذلك الحل في أوضاع الزراعة اقتصاديا؟ شكرا جزيلا. يعني في الثروة السمكية بالعراق أمام ضعف دعم لمربي الأسماك وما أصاب من تلوث بعض المناطق لتربية حوالي 50% من الطاقة الإنتاجية أو حجم الإنتاج اللي كان للثروة السمكية اللي بدأ يتناقص لهذه السنة. بالتأكيد الثروة السمكية تحتاج إلى دعم ومستلزمات، وخاصة أمام شحة بعض المناطق من المياه كانت تلبي حاجة المواطن على الأقل نسبيا بما يتناسب حاجته، كما أن الزخم بالمنطقة الخليج ضعف المجال لإيجاد فرص للصيادين لما يتضايقون من الجهات تسعى لأن تبعد عنهم إجراء عملية الصيد. وطبعا المواطن العراقي يعتبر الثروة السمكية جزء من مستلزمات قد تكون يعني نسبيا مؤثرة في مستوى معيشة المواطن لاستغلال الإمكانيات الثروة السمكية التي تمثل جزء ممكن مكمل لحاجة المواطن خاصة من اللحوم. نعم. طيب دكتور، فئة أخرى تضررت من هذا الحل لأزمة اللسان الملحي وهي فئة أصحاب المزارع السمكية. أبعاد هذه الأضرار اقتصاديا على أصحاب المزارع ومستقبل هذه الأزمة؟ الأبعاد بالتأكيد إذا لم تتلقى هذه المجموعة من المعنيين بتربية الأسماك من دعم مناسب أكيد سيمتنع عن ممارسة أو مجاولة عملها في تربية الأسماك. مثل ما قلنا الأسماك يمثل نسبة كبيرة من حاجة المواطن لجزء مكمل للحاجة من اللحوم وما تعود عليه، خاصة في منطقة جنوبية اللي كانت منطقة الهواء أحد المنافذ لتأمين الأسماك للمواطن.